ممكن حضرتك لو تعرف احمد السقا ترشحني معاه في اي فيلم او مسلسل، ومستعد اعمل معاه اي حاجه وبدون مقابل. استغفر الله العظيم يا رب. مع احمد السقا لو تعرف احمد امين قول له يوسف بيحبك وعايز يبقى فريند معاك. ايه امين؟ يوسف بيحبك وعايز يبقى فريند معاك. انا مين اصلا؟ ماشي يعني، شكرا بعد اذنك. واحده بتقول لي تفخس عليك، تفخس اللي هي اسفخس وتفو. حب الناس، حب الناس. كفايه لابتوب بقى، ايه مفيش حاجه منه حلوه، نفتح الموبايل. تافه ومثال للتفاهه، زيك بالظبط يا باسم، قمه التفاهه. اه ده بيشتم باسم يوسف. لا اشتمني انا بقى، ما تشتمش باسم. وبمناسبه يعني، وانا صحيت في يوم من الايام كنت عامل فيديو عن مصطفى شعبان كده بتكلم عنه، وصحيت تاني يوم لقيت الفيسبوك كلها، الفيسبوك كله بيتكلم ان انا باسم يوسف عمل لي شير للبوست، وكتب حاجه من الواضح ان هي حلوه يعني. كتب مين الواد ده؟ بصرف النظر عن كلمة الواد يعني، بس ماشي زي بعضه. كتب ستريت فيس كوميدي زي ما الكتاب ما بيقول. أنا مش فاهم يعني إيه، بس واضح إن هو بيشكر يعني، ما دام شاير. في حد بيشكر أهو أخيرا الحمد لله، يقول أنت إنسان جميل يا باسم. هو بيكلم باسم يوسف، مش مشكلة. ما حدش بيعرفني طبعا، بس أنا ببقى ناس شاكة يعني. ممكن حد يجي يعني، في حد من كام يوم وقفني قال لي أنا بحب أغانيك جدا. قال لي رغم ان انا قاضي بس انا بحب اغاني جدا. مفيش تعارض ان هو يبقى قاضي وان هو بيسمع اغاني، بس المشكله انا مش مغني اصلا ومش عايز ابقى مغني. في بكري يعني صاحبي ومعانا في البرنامج في ابو حفيظه، فبيبقى ماشيين هو ما شاء الله وشه معروف يعني، لسه وشي مش معروف، فالناس بتبقى بتشوفه عايز تصور معاه، فانا ببقى اداه التصوير في العادي يعني، ممكن تصورنا فبصورهم. وبعدين هو تحس ان هو بيحسوا بالذنب جدا، فيقول لي طب تعالى تصور. لا يعني انا بتصور مع اصحابي، انت مش صاحبي. فبروح اتصور ويعني يومها بالليل بلاقي الصوره فيها تاج لبكري وانا معمولي كروب. فبالاول يعني كنت صورتني فيلم مولانا، مش قايل لحد ان انا طالع فيلم مولانا اصلا لان الظهور مغزي شويه، فانا طالع في البرومو الحمد لله بس بظهري، فبفتح له يعني عمرو سعد بتاع، بس طالع بظهري، ف الناس عرفتني من ظهري، فده كويس. الناس بتصور وقتي مع ظهري في الشارع. المشهد ده فعلا كان محتاج قفا زي قفاك، ميرسي جدا يعني. عايز اقول لك ان الفتره الاخيره الحمد لله الناس بتعرفني، بس يعني بيوقفوا يصوروا معايا، اجي اتصور يقول لي لا معلش لف، ياخد سيلفي مع قفاك. في مي بتقول لي قفاك مميز فشخ. في شذا بتقول لي والله هتبقى حاجه في عالم الكوميديا، ربنا يوفقك. كل ده من ظهري يعني، ماشي. الشعب المصري ده خرا، بلاش زيطه، مش ناقصين الناس، مش لاقي تاكل والنعمه الشريفه، ودي ناس رايقه وهيصه وبيعملوا افراح بملايين. حضرتك لو قصدك عليا انا عامل كاتب كتاب ب 300 جنيه في دار مناسبات. والله انا بعمل فيديوز كده بتكلم عن الفنانين اللي كلنا بنحبهم، بس اللي ليهم طار بايت يعني. يعني اتكلمت مره عن احمد السقا، الفنان احمد السقا طبعا يعني بعد اذنه، واتكلمت عن الفنانه نادية الجندي، واتكلمت عن السينابون الفنان مصطفى شعبان. كنت كاتب بوست عن الاخلاق وحطه كرمز للاخلاق يعني، كلنا عارفين بس الفنان محمد صبحي رمز الاخلاق، فناس فهمت ان انا بتريق، وانا بصراحه كنت بتريق. بقيت الكومنتات الحمد لله برضو شتايم. لايك لصفحة خليل وتنترارا تنتن. طبعا انا خليل لو ما حطليش كومنت في اي بوست بقى بكلمه. عندي جارو جيرمان شيبرد من طعم جميع التطعيمات ومواصفات عاليه ومش هنختلف. يا ريت نرجع نتكلم عن الفنانين يعني. امين كلموني عن امين والسقا، بلاش موضوع الكلاب ده. في حد بيقول لي انا ببيع حضرتك، انا ببيع جواكت البامب ب 380 جنيه في محلات ب 500 و600. انتوا ليه حاصرني في الحته دي؟ في حد بقى لي يقول لي وحشتني دنيتي مازن، بس كده. في واحد من كام يوم قال لي، طفل صغير كده كان بيلعب، فقال لي انت مشهور. يعني اقول له ايه يعني؟ ان شاء الله يعني، مش عارف يعني. في مره واقف في صيدليه بشتري حاجه، وبعدين في اتنين واقفين بيهمسوا. هو لا هو. تاني يقول له لا مش هو. يقول له يا ابني والله هو. يقول له لا مش هو، بقول لك انا متاكد. فبدا يهمسوا وانا عامل نفسي مش واخد بالي وبشتري وبتاع، ووصل لغايه عندي لا مش هو، قام راجع.